أنا أردت أن آثر أبو خالد علي بالكلمة لأنها أكبر قدر وأكبر سن. الله يسلمك. بالعكس يا أبو نايف، الحقيقة كلامكم أجدتم وأفدتم. فبعد بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، نقول لكم وللجمهور حياكم الله وبياكم وسعدكم وهناكم وجعل الجنة ماوانا مواكم. هذا المطلوب. كل صباح الإنسان إذا قام من النوم يقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنه النشور، اللهم أصبح بي من نعمتنا أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا إله إلا أنت فلك الحمد لك الشكر. وكثير من أدعية الصباح ومن أدعية وأذكار الصباح. فالحقيقة كل إنسان الآن يتفكر إذا أصبح هذه الأرزاق الله يقسمها الصباح. فيقول الله عليه وسلم بورك لأمتي في بكورها. فلاحظ الآن جميع الحيوانات الآن الصبح بعد الفجر وهي كلها قائمة، كل منها يطلب رزقه. والرسول عليه السلام يقول لو تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانا. الله. الطير ما عنده مستودع يشيل فيه، ولا عنده الحيوانات عندها جحارة وعندها إلا الطير. الطير مهاجر، الله أكبر، اليوم في ديره وبكرة في ديره وسايق الله رزقه. فلا تخاف العبد على رزقك، لكن خاف على عملك بعد أجلك. فحقيقة كل إنسان بعد الأجل يبدأ الحساب ويبدأ عاد معاملاته، مع أن والله عز وجل يتجاوز عن كل شيء إلا عن حقوق الخلق. نعم. عن كل شيء يتجاوز عنه إلا عن حقوق الخلق. فالعامل وغيره كل من في ذمتك من بيتك وغير بيتك هذول كلهم محاسب عنهم يوم القيامة. سواء عامل، سواء أهل، سواء عمر زوجة، سواء أبناء، سواء بنات، سواء أخوان، سواء والدة، سواء والد، معاملاتك مع الناس أنت تحاسب عنها. صحيح. الإنسان كل ما تعمل مقيد عند الله عز وجل، ما لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. الله أكبر. فهذه حقوق الناس، فأنت كيف الإنسان تتخلص من حقوق الناس؟ الله عز وجل يتجاوز عن كل شيء إلا عن حقوق الخلق، عن كل مخلوقات، حتى إن الحيوانات وهي الحيوانات الإنسان محاسب عنها يوم القيامة. نعم. الله عز وجل يحكم بين العنز القرناء من الجمة. الجمة. نعم. فالله عز وجل عدل سبحانه وتعالى. لذلك كيف دائما نحرص على أن دائما نزداد في الأعمال الصالحة. كل ما أصبح الإنسان الآن في أعمالنا الدنيوية كل صبح وأنا أقول بجتهد أكثر من أمس. نعم. عشان إيش؟ عشان يزيد رصيدي. سلام. عشان يزيد. ففي أعمال الأخروية كذلك ما نحاول نجتهد. أنا والله أمس قرأت القرآن ولكن شيء، بس اليوم أعزم وأنوي أني أزيد في قراءة القرآن. أمس السنة الراتبة كذلك أحرص اليوم على أني أحرص عليها. فالأذكار حافظ عليها الصباح المساء، أذكار المطلقة والمقيدة. أدخل بيتي الآن أدخل بذكر الله سبحانه وتعالى، تحل البركة بالبيت، سلم على أهلي، أخرج كذلك أخرج بذكر الله سبحانه وتعالى. وأنا في الطريق في آداب، آداب الطريق، آداب دخول المنزل، آداب الخروج، آداب الخلاء، نتعلم. أحسنت والله يا بناء. حنا نتعلم الآن، حنا الآن نحرص على أمورنا الدنيوية أن نتعلم فيها، نتعلم الآن. أحد الآن كل واحد الآن يحاول يطور من عمله بدورات. تلقى بعضهم يحرص على الدورات ويحرص على أنه يطور عمله ويبحث والله في دورة كذا، ويحاول ينفق المال في الدورات عشان يطور عمله ويصير الآن في أي شركة يذكر والله عنده يسمونها ها خطة العمل. لا يسمونه طبعا اللي في دورات، سجل الدورات كلها السيفي، يصير الذاتية، السيفي يصير السيفي كله يعني ما شاء الله دورات اللي يصير الذاتية. بناي طبعا السيفي يصير الذاتية. نعم. فلذلك حنا كيف الآن نطور من حياتنا الدينية، نطور من معاملاتنا، نطور من معاشراتنا، من أخلاقنا، لأن الدين معاشرات ومعاملات وأخلاق. هذه كانت حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال ما عاب شيء قط، ولا قال لأحد مواليه لما عملت هذا ولما لم تعمل هذا صلى الله عليه وسلم. فحنا قدوة الرسول صلى الله عليه وسلم، لكم معاملتنا مع الناس بالحسنى، وأنت المسلم بمعاملتك أن تدخل الناس الدين، ومعاملتك تخرج الناس من الدين.
كان في عامل فلبيني يعلمني احد الاخوه الله يحفظه يقول اسلم، يقول لما اسلم ما شاء الله جيت وباركت في الاسلام وهنيت على الاسلام، بعدين يقول بعد فتره لعلي قابلته. كيفك؟ هذا الحين كيف الاسلام؟ قال والله خلاص انا هونت على الاسلام. أبا. ليش؟ فاعل ما قال؟ قال اسلام قد مسلم نو قد. يقول ايش المعامله اللي حصلت له من المسلمين؟ قد يكون احد يعني، لذلك حنا الان يا المسلمين ندخل الناس في الاسلام ونقدر نخرج الناس من الاسلام بسبب معاملتنا. ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الدين المعامله. المعامله. اي نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم عندما ملك قلوب الناس بمعاملته واخلاقه. اللهم صل وسلم. ملك قلوب الناس. ذاك الرسول صلى الله عليه وسلم عندما سألوا عائشة قالت كأنه قرآن يمشي على الأرض. الله الله. من معاملته، من أخلاقه، من معاشرته، من لذلك الله يوفقنا وإياكم كيف تكون حياتنا كحياة الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف يكون دائما خلال اليوم. إحنا ما ننقطع عن دنيانا ولا ننقطع عن، لكن نجعل الدنيا دين. يا سلام. أنا الآن في عملي أشتغل بذكر الله سبحانه وتعالى زي ما الآن أنا أعمل للدنيا، أنا جالس الآن أحرر معاملات كاتب فأشتغل بذكر الله، أنا على سيارتي كما قال أبو علي أشتغل بذكر الله سبحانه وتعالى كم من الحسنات تحصل. هذول هم تجار الآخرة. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم، الله يقول يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب النار. هذه التجارة مع الله سبحانه وتعالى تنجي تنجي. يا سلام. فتجارة مع الله سبحانه وتعالى رابحة، أما تجارة مع الخلق ممكن تربح ممكن تخسر، لكن تجارة مع الله سبحانه وتعالى رابحة ما فيها خسارة. الله يوفقنا وياكم نجتهد في التجارة مع الله سبحانه وتعالى. الله يوفقنا وياكم ما شاء الله. دقيقة لو سمحت. سم سم. حدنا عند كلام أبو نائف عشان قبل تنتقل لوالدنا. إن شاء الله نخصص حلقة يوم لأنه طلب مني ناس من الشغالات اللي في البيوت يبغون يسلمون. إن شاء الله نخصص حلقة عشان الموضوع هذا إن شاء الله.